حابب اوجه كلمه ليوتيوبر واحده معينه وهي نارين بيوتي، الله يسامحك. صار ASMR بيبي. كيف صوتنا تسو شوي بودكاست؟ غمض عيونك كانك تسمعنا في راديو السيارة. واحد بو ننشر رقمنا. ألو ألو وين تتكلمونا؟ ألو لما نرد عليكم تقولوا آه كيف حالك، حنقفل عليك ما في كلام، ما في اسمه طيبين طيب. تمام جدي حاجة، إحنا أشرار بادوش بادوش. نبى ندخل أكثر كمية من الريبورترز ونشوف إيش أسئلتهم. اللي مو مشترك في القناة يشترك في القناة ويكون جزء من هذا العيلة العظيم. ترقبوا نهاية الحلقة زي دائما في حيكون جيفاوي. قلنا لكم إنه حننشر الرقم في أكاونتنا في الإنستغرام الساعة 3، الآن الساعة 3:30، فشكلكم الآن كذا. جاهز؟ أنا ولعت دوبها نزلت. والله العظيم نزلت أقسم بالله. والآن وقت الانطفاء. اول مكالمه يونايتد ايرب الامارات. الو سؤال واحد جو. اوكي خلاص مع السلامه. قلت اوكي يلا. كيف جاتكم فكره يجي ولا ما يجي؟ قلت بتجاوب ولا انا بجاوب؟ اذا جاوب هذا ما يسموه الانسحاب التكتيكي. احنا نحب الاكل، ليش ما ندخل الاكل في محتوانا؟ فطلعت يجي ولا ما يجي. والله تحيه احنا هلا وبتون. احلى تحيه لهالا وبتون، احلى صفقه يا عبد الله. جاهز؟ سؤال واحد and go. بصراحة أنا خطابة وأجمع رسمين بالحلال، في واحدة موصفني عليكم. جميل جدا. خشي على الخاص وبعدين نتفاهم. فوشز في كل انحاء المهن العالم حتى عندنا خطابين. لو سمحتوا عبد الله تيكن. لا لا سؤال واحد and go. Oh my god. Oh my god يعتبر سؤال ولا ما يعتبر؟ فكرت انكم سووا كونسرت. احييك على السؤال. والله لازم تسووا. بالاسم الكريمه سريه. سريه كل ما انا وعبد الله نسوي اغنيه قبل ما نسجل الاغنيه نقول تخيل احنا نغنيها قدام الريبورت. هذا جزء خططنا ان شاء الله في المستقبل. واحد من احلام ان نحضر كونسرت لكم. قول لي مين؟ انا بعينا في اليوتيوب مين؟ جاهزين؟ راح نعوز الاب بس نساعد يا نام. ابغى ادخل مجانا. الو الو سؤال واحد ان جو. عبد العزيز حلو تجون السعوديه. احنا في السعوديه. سؤال واحد ان جو. دقيقه عبد الله عبد العزيز. هذا سؤال. خلاص معليش. سودان سودان الليله بالليل. على طول على طول على طول احنا مستنيين هذا الشيء. الليله بالليل. او ماي جاد الليله بالليل. نمشي شارع مين لو انت سوا. سؤال واحد ان جو. احلى سؤال. انت كيف حالك؟ الحمد لله ان شاء الله دائما. سؤال واحد ان جو. الو هلا تسمعونا؟ سؤال واحد تسمعونا؟ ايوه نسمعكم. خلاص مرة قلت. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اطلب منكم طلب؟ انا واخوي عندنا قناه ممكن تساعدونا فيها. ايش اسم قناتكم؟ واحد كي دبليو كي جيم شرطه في النص. فانا انصحك اول شيء تغير اسم القناه. هذا اسم قناه ولا باسورد؟ سؤال واحد ان جو. مثل سلسلة سلسل بودي زوزو. ايش فطورنا؟ انت حابه بودي زوزو ولا ايش فطورنا؟ صراحه اثنين. لا لا هذه مو خلص. لو سمحتي لو سمحتي لين على طمع. ايش فطورنا؟ خلاص سؤال واحد جو. ليش انتوا اساطير؟ عشانكم انتوا اساطير. شفتي الحلقه لما ناكل دولمه؟ هذا لكم. اكيد حفظته. كويت كويت كويت. مينو يانا هالحزه. سؤال واحد ان يو. معليش لازم اطلعها من صدري. الاغنيه بتحبوها يا ساره؟ احدث اغنيه بالنسبه لنا. انتم بالنسبه لكم ايش افضل اغنيه من الاغاني اللي سويناها؟ يجي ولا ما يجي؟ يي ولا ماما يجي؟ سؤال واحد ان جو. حاجه بننام فيها وبنقعد عليها وبنفرش بها اسناننا. قولي لنا حزوره. حاجه ننام عليها ونقعد عليها ونفرش فيها اسناننا. ايوه. اصعب حزوره شفتها في حياتي. ايش الاجابه؟ سرير والكرسي وفندق الاسنان. سؤال واحد ان جو. اذكروا هوشه صارت لكم في ايام المدرسه. تعرفي في الفصحى عامه دائما يكون في الهوشات. العزيز على كونك انه انت انسان طيب وخرهم عن بعض على اساس ما يتضاربوا. حذر صار وخرتهم الرجال نزلني في الارض وصار يدعس على وجهي. انا ما كنت معاه. لو كنت معاه كنت دعست راسه. هلو هو از ذس؟
How are you? ايش بتكلم انجليزي؟ شلون بتسلم عليكم والله يسعدكم تبعوا تسجلوا. ايش اكثر سلسله تستمتعوا انت تسووها؟ بدل ما اجاوب انت عارفه ايش جواب. انت تيك توك. انا عن نفسي هاد جاهز. Hello, thank you for calling Aramex. سعودي روبوت احلف. No, it's Aramex. ورب انك سعودي روبوت. بس انا ابي اسال عبد الله انت ليش حلو عبد الله؟ اوه عبد العزيز مزهريه؟ لا عبد العزيز مو حلو. السلام عليكم. سؤال واحد ان جو. ليه انت ما تسوي للمتابعين حق انكم فولورز؟ طيب لاننا مغرورين شايفين نفسنا. لا 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 انا يمديني اقعد طول اليوم اسوي فولو لكن لو اسوي فولو لشخص احتمال ما شفت حساب الثاني وفي ناس يزعلوا يقول ليش ما سويت لي فولو عشان ما يزعل احد ما اسوي فولو. ايش حسابك في فانتا؟ سووا لها فولو الان. ايجيبت. ممكن اسال سؤال؟ اسال. مصر مشهوره الاكله ملوخيه صح؟ صاحبي مصري قال لي عبد الله في شيء اسمها شهقه ملوخيه انه قبل ما احد يرمي ملوخيه يقولوا فعلا. يعني انا اقعد في البيت واسمع واحد في المطبخ يقول يقول اكلتي اليوم ملوخيه. شوفوا مين افضل عبد الله. طيب طب انا حقتي والله مزبوطه. لا بتاعت عبد العزيز احلى. سؤال واحد ان جو. اين يقع البحر الذي لا يوجد به ماء؟ البحر اللي في الخريطه. اوجه كلمة ليوتيوبر واحدة معينة وهي نارين بيوتي الله يسامحك. هي سوت فيديو تكلم اليوتيوبرز وخشتنا فيها. تعرف لما تكلم اليوتيوبرز الا تشيل ارقامهم جزء من ثانية ما شالت رقمي ولا رقمي اتسرب. اول ما نزلته في مليون مكالمة انه الله عرفنا رقمك. كلمت نارين قلت لها لازم تشيل الفيديو شالته بسرعة لكن 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 واحد سيب الفيديو حق نارين قبل ما تمسحه وحطه في التيك توك. هذا هو الفيديو. تبي تنشر رقمك انت؟ ايش بك؟ غيرت الرقم. ايش بك؟ غيرت رقمي، غيرت رقمي من جد. غيرت الرقم، غيرت الرقم. سؤال واحد ان جو. صادفت موقف محرج، عبد العزيز كيف بتصرف شخصية عبد الله؟ وعبد الله كيف بتصرف شخصية عبد العزيز؟ لو انت شخصية يوصل لك موقف محرج، عبد العزيز ايش يسوي؟ سؤال واحد ان جو. هل انت جاهز؟ وانا دايما جاهز. كم مرة اتصلت ردين؟ كم مدة عبال ما ردين؟ مرة كثير. يجي بيزي ولا بس تيت تيت توت توت. كم تاخذ وقت عشان تمنتج فيديوهات؟ كم تاخذ وقت تمنتج فيديوهات؟ 12 ساعة متواصلة. عزيزي يجي 12 ساعة يمنتج فيديوهات. انتوا ما يلهيكم تسووا لايك واشتراك ثانية واحدة؟ ايش اسمك؟ زهراء. انتي من جد زهراء؟ انتوا 100% سعوديين ولا ما عندكم عرق ثاني؟ إذا تقولوا انه احنا عندنا عرق ثاني ايش تقولوا؟ احنا حاسين انه في عندكم عرق من بلاد الشام. خطير؟ سمعوا انا عندي عرق ايطالي. ماما ايطالية وبابا اسباني. ايش الاغنيه الحلوه؟ كملي كملي. مو لكم لكن الاهداء. اوه طب تكلمينا ليش؟ قول لي مين؟ ارهب عيله في تداوي. هلو؟ الو؟ هو از ذس؟ اي ام ريبورتر. الله عليك. ايش اخبارك؟ الحمد لله. قول لنا كيف حالكم؟ لا لسه خليها شوي. هذا اللغز قاله 5 مرات ولا حتجاوبه، نشوف اذا انت ذكي تجيبه ولا لا. ذكي ما عليك. ايش الشيء اللي ياكل بس اذا شرب مات؟ في مساعد صديق ولا شيء؟ عندك واحد جنبك قول له. لا هي اختي. قول لها قول لها يلا. هي تقول النار. طلعت مو انت الذكي يا عبد الله، اختك الذكية. اختك الذكية. سؤال واحد ان جو. ما عندك سؤال حتى الان؟ لا. طب حتجيبي سؤال؟ طيب ايش الشيء اللي ياكل بس لما يشرب يموت؟ هلو؟ مين سارة؟ هو سارة؟ This is William. Okay. You know who Sarah is? Yes. Where is she? With عبد الله. ابدعت. فلسطين فلسطين الان في فلسطين؟ ايوه من فلسطين. الله يسعدكم نتشرف والله. ما شاء الله لهجتك بيضة زي ما يقول. لاني كنت في السعودية. انا اسمي مارغريتا. مارغريتا؟ اسمك مارغريتا؟ ايوه اسمي مارغريتا. مارغريتا على 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 البيتزا؟ قصدك البيتزا؟ ايوه انا. لا والله صدق. تعرف انه انا اسمي بابروني؟ لا لا تستهبل والله. لا امزح امزح. مرة حلو. أول مرة أسمع مارغريتا. وأنا اسمي همبرجر. مارغريتا هل تحب البيتزا مارغريتا؟ أكيد.
طبعا. لما تروحي بيتزا ايش تقولي؟ ابا اسمي امسح والله هذه البوست بس خلي الباقي ساكتين. ليتس جو. سؤال واحد ان جو. طيب ايش الشيء اللي ياكل بس ما يشرب؟ سؤال واحد ان جو. صراحه ما عندي سؤال، بس حاب اقول لكم الله يسعدكم على كل حاجه تسووها لنا. الله يسعدكم، واحنا مستعدين نهلك نفسنا لاسعادكم. الو والله ردينا. كمل كمل كمل. سؤال واحد ان جو. لو كان بيدكم تغيرون اساميكم، يعني غير اساميكم الحاليه، وش كنتم بتسمون؟ انا اقول مارغريتا. عبدالله. طيب اقول لك ايش اللي بقرا عبدالله؟ ايش؟ طوني. كوني كما انت رفاء. شكرا عبدالعزيز، الله يسعدكم مره الحمد. سؤال واحد ان جو. حابه انكم تعطوا كلمه للريبورترز اللي تهكرت حساباتهم. اعطي كلمه لكل الريبورترز اللي تهكرت حساباتهم في الانستغرام. حسابات الريبورترز مو عباره عن الارقام، هو عباره عن وجودكم، وزي ما قلت لكم كل اسبوع ندعمكم واحد واحد. واحد يسوي اكونت، واحد يسوي كومنت، واحد بس يتكلم مع صاحبه. تعرفوا احنا نعرف انه هذه التصميمات كلها ياخذ منكم ساعات. قاعدين عدخلوا كل الوقت ده، لأنه إحنا دمنا ثقيل غلاس الموضوع. أنا عندي سؤال والله ودي يعني. لك 100 سؤال. هل أنتم توأم؟ والله ما تشبهون بعض. لا لا هو إحنا توأم. أنا قلت لك أن عبدالله أجمل. صارت كذا يا ولد. المشكلة أنا أخذت الجمال والذكاء، إيش بقيت لعبدالعزيز؟ الحظ بس بيني وبينك انا لسه زعلان منك انه انت قلت لي انه انا بشع، بس ما في مشكله. انت 5 هو 5. بيزعل لو قلت انت اجمل، بيزعل تخبر هو زعول، انت مشها. فهمتك فهمتك، خلاص بيني وبينك اوكي خلاص. خلاص انت ترى اجمل، انت اجمل مليون مره منه، بس خلاص مشها. خلاص الله يسعدك. انت الاعقل، انت الاعقل. كم تتوقع نسبه فوزكم في الكلاس؟ عندي احساس ان شاء الله اني حفوز بعد الله. ثم الريبورتر ما نشوف الا الفوز. روحوا صوتوا لعبد الله عبد العزيز في نيكولوديان، الرابط في الديسكربشن. روح صوتها راسي ضايع. ايش اكثر موقف مرعب حصل لكم من قبل؟ سما بتعرفي فجأة لما كنا في نيويورك واحدة من الفنادق، ولا فجأة نص نيويورك اول ما وصلنا الفندق كل الكهرباء انقطعت، ما رجعت الكهرباء الا بعد 12 ساعة. طردونا من الفندق، قاعدين نمشي واخذنا تكاسي وكله ظلام. السالفة للبيع يا سما، السالفة للبيع صح؟ معليش وانا حبيع سالفتي يعني، خربانة خربانة الشغلة. ترى انا مرة احب سوالفك. والله طب والله اعطتيني والله اعطتيني سوالفك. وان شاء الله عجبتكم الحلقه ريبورتس، اعطونا احلى لايك، اعطونا احلى سبسكرايب. اسمعوا يا حبيبي حبيبي عيب، اسمع اذا ما انت مشترك الان ايش بتسوي في عمرك؟ جوائز تايم. والست فايزين بالحلقه اللي فاتت الجيف اواي وهو النينتندو سويتش وخمسه كروت اشتراك نتفليكس. الف مبروك كلكم، شيكوا الانستغرام لانه رسلنا لكم التفاصيل عشان نرسل لكم الهديه ان شاء الله. جوائز هذه الحلقه حيكون في 4 فايزين. 1 2 3 4، 4 سماعات مختلفة من شركة سامسونج، سماعات لاسلكية دائما نستخدمهم احنا، وهذا جزء من حياتنا اليومية. إذا واحد دمه ثقيل جنبك البسه، ما حتسمعه لأنه في عوازل، الصوت رائع، يقعد مرة كثير. يعني أنا أحتاج واحد. شروط المسابقة ريبورتز 3 أشياء فقط. أول شيء سووا سبسكرايب، وإذا مسوين سبسكرايب خلاص. ثاني شيء اضغطوا الجرس التنبيهي إذا ضاغطينه، ممتاز. وآخر خطوة اكتبوا تحت الكومنتات حسابكم الانستغرامي، لا تحطوا ايموجي لا تحطوا كلام، احنا ننقي عشوائي تحت. كونوا كما انتم رائعين. هنا الماي. سوي صفرة حلوة. طب سوي لا اقوى شوية. طب حتنصنجوا. سلام سلام. صعبة اول مرة اشوف في مايك. باي. اكتئب لو سمحتوا. طيب يلا يلا شكرا.